على مجتمعنا أن يتجند الكل حكومة وشعبا من أجل إنجاح حملة التلقيح هذه حتى نبلغ بها أعلى مستوى وأكبر عدد ممكن من الملقحين، وهو الهدف الذي نتمنى من خلاله إن تحقق إن شاء الله أن ينخفض مستوى خطورة هذا الوباء على حياة مواطنين مستقبلا، مما سيخفف الضغط على مستشفياتنا وعلى جيشنا الأبيض وعلى كل مواطنات ومواطنين وكل العاملين لمحاربة هذا الوباء. إن هذه الحملة اليوم ستنطلق وتتواصل من أجل إعطاء الدفع الفعال والمساهمة النوعية في تحقيق الهدف الأكبر المنشود والمتمثل في تلقيح على الأقل 70% من المواطنين سنهم أكثر من 18، وبالخصوص أكثر من 65 سنة، وبالخصوص لحاملين أمراض مزمنة.